لا هو لما قال احنا فلاحين واللي يقرب مننا يلاقي ريحتنا فلاحين. نعم هو فلاح. انت قابلته يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم يا فندم. نعم. كان فلاح 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 ابن فلاح، ويعتز بهذا اشد انواع الاعتزاز، وترجمت ادارته للدوله ظهر فيها هذا الامر ظهورا جيدا. يعني هو لما الدكتور مرسي يبدا في اعتبر الزراعه هي المدخل الرئيسي لاي اقتصاد ينمو، والبرازيل عملت كده، وامريكا عملت كده، والهند عملت كده، كل صحيح. الدول التي صحيح. نجحت قامت بهذا. الرئيس مرسي لما يعتبر انه التسويق هو اللي يدفع الفلاح الى مزيد من الجهد والعمل، فيبقى دي رؤية رجل إدارة دولة جيدة. كان بيقعد معاك يا شيخ عبد الرحمن لما يتكلم على الفلاحين أو على السياسة الزراعية؟ لا يا فندم، احنا برنامج رئاسة وإدارة رئاسة كاملة، احنا بنعرض مواضيعنا. أول عيد فلاحين اتعمل عرضنا عليه مطالبنا وتحققت بنسبة عالية جدا. عرضت مطالب الفلاحين على الرئيس الفلاحين مرسي. نعم، بحضور الفلاحين في عيد الفلاحين في سنة 2012، وتحققت نسبة كبيرة من المطالب. كبيرة منها نعم، ولو تحب حضرتك أقول لك دلوقتي أقول لك. طب اديني حاجة من اللي تحققت كده، قولي على سبيل المثال. يعني مثلا كان معاش الفلاحين 120 جنيه، ومش كل الفلاحين، الناس اللي هم ليهم حيازات فقط. لما شكلنا له بهذا الأمر ساعة ما حصل الانقلاب كان معاش الفلاح 380 جنيه مثلا على سبيل المثال. يعني معاش المديونيات عن الفلاحين في البلد. نعم نعم، انا هكمل يا فندم. المديونيه مديونيه صغار الفلاحين، صغار الفلاحين اللي كانت موجوده لدى البنك اقل من 10,000 جنيه، دكتور مرسي نفذها شالها. نعم شالها. ولو كان فيه برنامج تاني بيكمل هذا الامر. ليه؟ لانه انت لما تشيل العبء عن المنتج، والمنتج الرئيسي هنا هو الفلاح، يبقى انت في هذه الحاله مكنته من ان هو يواصل الرساله بتاعته، ان هو يشتغل، ان هو ينتج. ولما يجي انتاج القمح في سنه الدكتور مرسي مع هذا الدعم المعنوي والمادي يوصل 25 اردب. انت النهارده لما بنسال فلاحين في القرى يقول لك احنا ما وصلناش 12 اردب. نقيب الفلاحين بيتكلم على 500,000 فدان جابوا 6 ردب ونص. يا ايوه، الفدان جاب 6 وتحت اداره الوزاره، وزارة الزراعة. حضرتك لما كان أرداب القمح في زمن الدكتور مرسي ب 400 جنيه يعني كان ثمنه 60 دولار، الآن ثمن أرداب القمح 685 جنيه أعلى حاجة، ما تكملش 48 دولار. فأنت لما تيجي تتكلم في اللي عمل الدكتور مرسي مع الفلاحين، القمح كان سعره إيه؟ تحديد السعر زي ما بقول لحضرتك حاجة في غاية الأهمية لنمو الزراعة المصرية. البرنامج بتاع الحزب اللي هو طلع بيه البرنامج الانتخابي، نعم، الجزء الخاص بالفلاحين اللي حطته أو اللي حطوه الجماعة الإخوان أو حزب حرية وعدالة ولا الفلاحين؟ لا، هو في فرق بين الأمرين. البرنامج اللي حطه الرئيس حطوه خبراء، لكن احنا لما جينا ننتقل بقى لواقع العملي المشاكل بتاعتنا احنا عرضنا مشاكلنا والراجل استجاب ونفذها. ده كان في عيد الفلاح في 2012 و2012. نعم. قبل كده ما كنتش قابلت الدكتور مرسي؟ لا انا قابلته طبعا ساعه ما سلمناه الدستور في التاسيسيه، واخد بال حضرتك. ليه قابلته ليه؟ لان احنا كنا بنسلمه الدستور كل اعضاء، كانت لجنه كبيره شويه، كل اعضاء الجمعيه حضروا معاه، وهو في هذا اليوم بالذات اختصني انا بحوار طويل عشان خاطر الفلاحين. كنتوا على علاقة شخصية ببعض يعني؟ نعم يا فندم، هو علاقة مواطن برئيسه ليست أكثر من ذلك. ما كنتش تعرفه قبل 25 يناير؟ لا أعرفه قبل 25 يناير. لا ما أعرفه بعد 25 يناير، قبل الرئاسة ما كنتش تعرفه؟ لا ما كنتش، لا شفته في مش كان رئيس حزب الحرية والعدالة. أيوة. ولا كنت نائب في حزب الحرية والعدالة لما تأسس الحزب وبقى هو رئيس الحزب بدأت العلاقة بينكم؟ نعم. قبل كده لا؟ لا، وكانت علاقة بقى لحد ما ترشح كانت علاقة جيدة بينكم وبعض طول الوقت؟ طبعا، احنا عندنا برنامج عاوزين ننفذه، وبالفعل الحمد لله رب العالمين تم يعني وضع أسس كثيرة منه. طيب